السجلات ريكوردز هي المتغيرات المعرفة من قبل المستخدم. هل هناك متغيرات غير تلك التي ذكرتها؟ نعم يا صديقي، فهناك أنواع أخرى من المتغيرات يمكنك إنشاؤها أنت بنفسك. وبنظرة سطحية لجميع المتغيرات التي سبق وشرحتها لك، نجد أنها تستخدم لتخزين قيمة واحدة. أما إذا احتاج برنامجك لتخزين مجموعة من البيانات ذات أنواع مختلفة، فسنضطر لإنشاء متغير من النوع سجل ريكورد. وهذا النوع يتيح لك تخزين قيم عديدة من أنواع مختلفة من البيانات، ويشبه هذا النوع السجل في قاعدة البيانات. وللإعلان عن متغير من هذا النوع نستخدم جملة تايب مدبوعة باسم المتغير، ثم كل حقل في السجل مدبوعا بنوعه، وفي النهاية نستخدم جملة end type. والمثال الذي أمامك يوضح أننا نعلن عن سجل بيانات شخصية لمجموعة من الموظفين. كل موظف له اسم من النوع setting، وله تاريخ ميلاد من النوع date، وله مرتب من النوع currency. type personality date name as string date by date salary as currency end type. الآن عرفنا Visual Basic أن هناك نوعا جديدا من أنواع المتغيرات اسمه Personally Date، مثله مثل النوع String أو Double أو أي نوع آخر. ويمكنك الآن إنشاء متغير من هذا النوع باستخدام عبارة Dim المألوفة لنا كالتالي: Dim Person as Personally Date. المتغير بيرسون هذا الآن من النوع بيرسونالي ديت، أي له نفس حقول هذا المتغير. ولتخصيص قيم لكل حقل من هذه الحقول نستخدم اسم المتغير أولا مدبوعا باسم الحقل، ويفصل بينهما نقطة أو دوت، ثم علامة إيكوال مدبوعة بقيمة هذا الحقل بيرسون دوت نيم إيكوال مصطفى، بيرسونال دوت بي ديت إيكوال 13972، personal dot salary equal 104.25. لاحظ أن الحقل الأول نيم من النوع string، لذلك يجب وضع قيمته بين علامتي double quotation، وأن الحقل الثاني bdate من النوع date، لذلك يجب وضع قيمته بين علامتي hash. والآن الحقل الأخير salary من النوع currency، فنكتب القيمة مباشرة. عظيم، ولكنك قلت منذ قليل أنه قد أصبح لدي نوعا جديدا من المتغيرات اسمه personal date، شأنه شأن أنواع المتغيرات العديدة في Visual Basic. هل معنى هذا أنه يمكنني الإعلان عن مصفوفة من هذا النوع الجديد؟ نعم صحيح، يمكنك الإعلان عن مصفوفة من هذا النوع، وفي هذه الحالة تكون قد أعلنت عن مصفوفة من السجلات. بعبارة أخرى تكون قد أعلنت عن جدول. وهذا المثال يوضح الإعلان عن مصفوفة مكونة من 100 سجل dim person 99 as personal data. كل سجل مكون من 3 حقول: الاسم وتاريخ الميلاد والمرتب. ولتخصيص قيمة الاسم في السجل الخامس مثلا نكتب person 4.name equal وائل، ولتخصيص قيمة تاريخ الميلاد لنفس السجل نكتب person 4.bdate equal 2/10/73، ولتخصيص قيمة المرتب لنفس السجل نكتب person 4.salary equal 214.5. علمنا الآن كيفية الإعلان عن السجلات وكيفية تخصيص قيم لحقوله، ولكن أريد برنامج متكامل يشرح هذا بوضوح. لن يمكنك فهم برنامج متكامل يشرح كيفية التعامل مع السجلات إلا بعد دراسة فصل الملفات الموجود في الجزء الثاني من هذه السلسلة التعليمية، ويعرف عمر المتغير variable lifetime بأنه الفترة الزمنية منذ بدء تنفيذ الإجراء الذي أعلننا فيه عن المتغير إلى
انتهاء تنفيذ هذا الإجراء، وبعدها يتم تفريغ مكانه من الذاكرة، وبالتالي فإن آخر قيمة احتواها هذا المتغير قد نسيها البرنامج. أما إذا أردت أن يحتفظ فيجوال بيزك بآخر قيمة يحملها المتغير، فعليك الإعلان عنه باستخدام الأمر ستاتيك، ولن يغير ذلك من مدى المتغير. الثوابت كونستانتس، الثابت كونستانت مثله مثل المتغير تماما، لذلك يعتبر لونا من ألوان المتغيرات، إلا أن الفارق الوحيد بينهما أن قيمة الثابت كما هو واضح من اسمها لا تتغير، ويمكن للثابت أن يحتوي على قيمة حسابية أو نصية أو قيمة منطقية. الأكواد الفرعية والدوال. بماذا تنصحني عند كتابة الكود في أي برنامج؟ هذا سؤال جيد جدا، والنصيحة الذهبية التي أسرها لك هي عند كتابة أي كود عليك أن تجعله صغيرا كلما أمكنك ذلك. فمثلا إذا كان لديك وظيفة ما تتكرر في أجزاء كثيرة من الكود فلا داعي لتكرارها، ولكن عليك عملها في كود فرعي أو دالة، وتستدعي هذا الكود الفرعي أو هذه الدالة كلما احتجت إليها. لا أفهم معنى كود فرعي ولا الدالة، وما الفرق بينهما؟ الكود الفرعي سابروتين عبارة عن جزء من الكود ينفذ وظيفة محددة، يبدأ بعبارة سب مدبوعة باسم الكود الفرعي وينتهي بعبارة end sub، ويتم استدعاؤها وقتما تشاء. والدالة هي أيضا عبارة عن جزء من الكود ينفذ وظيفة محددة، تبدأ بعبارة function مدبوعة باسم الدالة ونوع المتغير الذي تعيده، وتنتهي بعبارة end function. والفرق بينهما أن سبروتين لا يعيد قيم، أما الفانكشن فبعد تنفيذها يمكن أن تعيد القيمة. ولإنشاء كود فرعي نختار Add Procedure من قائمة Tools، فيفتح لنا Visual Basic مربع حوار Add Procedure الذي يسألك عن اسم السبروتين في خانة 2، ونحدد أننا نريد إنشاء سب باختيارها في مربع الاختيار، ثم نحدد لهذا السبروتين هل هو Public فلا يراه غير الجزء الذي تم الإعلان عنه فيه. فمثلا نكتب في خانة list my sub ونختار sub ونختار public ثم ننقر زر OK. نجد أن Visual Basic قد قام على الفور بفتح نافذة الكود وكتب فيها public sub my sub، وفي السطر التالي كتب end sub، وبين هذين السطرين نكتب كود الوظيفة التي نريدها من الصب، وليكن تغيير عنوان النافذة إلى الله أكبر، فنكتب الله أكبر form.caption. وبعد الانتهاء من الإعلان عن هذا الصب روتين وتحديد وظيفته يتم استدعاؤه وقتما نشاء، فنستدعيه قبل أي زر من الأزرار الثلاثة، وذلك بكتابة my sub في إجراء النقر على هذا الزر. ولإنشاء دالة تقوم بضرب رقمين صحيحين وإعادة حاصل الضرب، نختار أيضا Add Procedure من قائمة Tools، فيفتح لنا Visual Basic نفس مربع الحوار، وفي هذه المرة نكتب في خانة List Function بدلا من Sub ونقوم بنقر زر OK. نجد أن Visual Basic قد قام على الفور بفتح نافذة الكود وكتب فيها Public Function Multiply، وفي السطر التالي كتب End Function. غير السطر الأول بحيث يصبح Public Function Multiply X as Integer, Y as Integer as Double. لماذا غيرت السطر الأول الذي كتبه Visual Basic؟ غيرته لأخبرك أن هذه الدالة ستأخذ رقمين X و Y من نوع الأعداد الصحيحة كمدخلات، وأن هذه الدالة سوف تقوم بإعادة حاصل ضرب في متغير من النوع دبل. لاحظ أن المدخلات تكتب بين قوسين قبل المخرجات. بعد ذلك نكتب الكود X asterisk Y
ولجعل هذا البرنامج يضرب العددين 48 في 32 ويظهر الناتج في مربع نص بمجرد نقر زر الأمر، نكتب فقط TMD click text dot text equal str multiply 48 asterisk 32. الدالة str تحول القيمة الرقمية لحاصل الضرب للقيم النصية لعرضها في مربع النص. من فضلك اشرح جمل التخصيص بشيء من التفصيل. جمل التخصيص في Visual Basic تتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول هو الاسم المطلوب تخصيص قيمة له. الجزء الثاني هو معامل التخصيص نفسه، وهو أبسط وأهم جزء في نفس الوقت. الجزء الثالث هو القيمة التي سيتم تسجيلها في الجزء الأول. مرة ثانية، الجزء الأول في جملة التخصيص هو العنصر الذي يأتي قبل علامة equal يساوي، وهو الذي ستتغير قيمته ويكون إما متغير أو خاصية، والمتغير نختار اسمه بمعرفتنا وحسب رغبتنا كما شرحنا ذلك من قبل في جزء المتغيرات. أما الخاصية فإن اسمها يتكون من جزئين، الجزء الأول هو اسم العنصر سواء كان كنترول أو فور، والجزء الثاني هو خاصية هذا العنصر الذي نريد تغييرها، ويفصل بين اسم العنصر والخاصية نقطة ضوء. الجزء الثاني هو معامل التخصيص نفسه، وغالبا ما يكون علامة يساوي المعروفة لدينا، ولكن استخدامها هنا مختلف، فهي تحسب القيمة التي بعدها وتضعها في القيمة التي قبلها. نأتي للجزء الثالث وهو الأخير في جملة التخصيص، فقد يكون قيمة مطلقة أو يكون متغير، وهذان النوعان يتحولان في النهاية إما إلى قيمة رقمية أو قيمة نصية أو قيمة منطقية. وقد يكون الجزء الأخير في جملة التخصيص خاصية لعنصر، وتؤول الخاصية أيضا إما إلى قيمة رقمية مثل خاصية border style، أو إلى قيمة نصية مثل خاصية caption، أو إلى قيمة منطقية مثل خاصية visible. وقد يكون الجزء الأخير في جملة التخصيص عملية operation. وما هي الأوبريشن؟ العملية أو الأوبريشن تشبه المعادلات التي نستخدمها في حياتنا اليومية، وتكون العملية من قيمة ومعاملات operators. القيمة إما أن تكون ممثلة في اسم متغير أو ثابت، أو اسم خاصية، أو تكون قيمة مجردة. ولا يعنينا اسم المتغير أو الثابت أو اسم الخاصية، ولكننا نتعامل معه كقيمة مجردة. هذا عن القيمة، فماذا عن الأوبريتورز؟ المعاملات أو الأوبريتورز تنقسم إلى عدة أنواع. النوع الأول معاملات رياضية arithmetic operators، وهي علامة الجمع بلس أو زائد لجمع ما بعدها على ما قبلها، علامة الطرح ماينس أو ناقص لطرح ما بعدها مما قبلها، علامة الضرب أسترسك لضرب ما بعدها في ما قبلها، علامة القسمة ولها الرمز سلاش لقسمة ما قبلها على الذي بعدها، علامة الأس تأخذ هذا الرمز على شكل 8 لحساب الأس الذي بعدها للقيمة التي قبلها. النوع الثاني معاملات نصية string operators، وهي علامة الجمع وعلامة add، ويستخدم الاثنان لعمل تجميع لجملتين. النوع الثالث logic operators معاملات منطقية، وهي and، ويعطي هذا المعامل true إذا كان أحد القيمتين التي قبلها أو التي بعدها true، not وهي تعكس بمعنى أنها تجعل true false والfalse تجعله true. النوع الرابع والأخير من المعاملات هو relation operators المعاملات العلاقية، ويمكن لهذا النوع المقارنة بين قيمتين عدديتين أو نصيتين أو منطقيتين، وهي تساوي
ولا تساوي وأقل من وأكبر من وأقل من أو يساوي وأكبر من أو يساوي. الجمل والتعبيرات والعمليات في Visual Basic 6. يتكون الكود في Visual Basic من مجموعة من الإجراءات Procedures، ويتكون كل إجراء من مجموعة جمل. تقع كل جملة في سطر واحد، وكل جملة بالطبع تؤدي وظيفة ما من وظائف Visual Basic. وهناك ثلاثة أنواع من الجمل في Visual Basic. النوع الأول جمل الإعلان Declaration Statements، وتستخدم للإعلان عن المتغيرات والثوابت، وقد سبق شرحها بالتفصيل. النوع الثاني جمل التحكم Control Statements، وتستخدم في التحكم في خط سير تنفيذ البرنامج. النوع الثالث جمل التخصيص Assignment Statements، وتستخدم لتسجيل قيمة معينة داخل اسم معين، والقيمة المعينة يطلق عليها تعبير Expression، والتعبير هو عبارة عن أي شيء له قيمة، والتعبير له عدة صور، فيمكن أن يكون قيمة مطلقة، والقيمة المطلقة إما أن تكون قيمة حسابية أو نصية أو منطقية، والقيمة المنطقية إما أن تكون true أو تكون false. هذا عن الصورة الأولى. والصورة الثانية من التعبير تأتي من نتاج أحد العمليات، والعمليات هي الأخرى إما أن تكون حسابية أو نصية أو منطقية. التحكم في مجرى البرنامج. دعنا ننتقل الآن لجزء مهم جدا في Visual Basic، ألا وهو عملية التحكم في مجرى البرنامج. يسير البرنامج في Visual Basic بتنفيذ سطر تلو الآخر ما لم تضع في طريقه جمل تتحكم في سيره. أما إذا كنت تريد أن يتحقق أولا من قيمة معينة وعلى ضوء هذه القيمة يغير مساره، فلا بد أن تدرس معي هذا الجزء جيدا، واعلم أنك لا بد ستحتاج لهذه الجمل، لأنك سترغب بالتأكيد في عملية التحكم هذه. جملة if then، وأولى هذه الجمل هي جملة if then، ومعناها إذن، أي إذا تحقق شرط ما إذن فافعل أمرا ما. ويتم كتابة الشرط بين if و then، ويتم كتابة الأمر بعد then. مثال: if 20 أكبر من 15 then text1.text يساوي good end if، أي إذا كان الرقم 20 أكبر من 15 فضع في صندوق النص text1 كلمة good، وبالطبع كلنا يعرف أن 20 أكبر من 15، لذلك فإن Visual Basic سيضع كلمة good في كل مرة نشغل فيها هذا البرنامج صور أخرى من if then. كذلك صديقي العزيز، يمكنك استخدام جملة if then else، ومعناها إذا، إذن، وإلا، أي إذا تحقق شرط ما افعل أمرا ما، وإلا افعل أمرا آخر إذا لم تحقق هذا الشرط. ومثال للمقارنة بين عددين: افتح مشروعا جديدا وضع في نافذته الأولى ثلاث مربعات نصية text box، الأول سميه text A، الثاني text B، الثالث سميه text greater، ثم ضع زر أمر command button، ثم انقر مرتين على command button لتفتح لك نافذة الكود، واكتب فيها if val text a dot text أكبر من val text b dot text، the text greater dot text تساوي str text a dot text، else text greater dot text تساوي str text b dot text end if. ما معنى str و val؟ هناك دلتان في Visual Basic، إحداهما تحول القيمة النصية لقيمة رقمية تسمى value وتختصر val، والأخرى
تفعل العكس، أي تحول القيمة الرقمية لقيمة نصية وتسمى string وتختصر str كما سبق وأشرنا في المثال السابق. فإذا أردنا عمل مقارنة بين محتويات text A و text B فلا بد أولا أن نحولهما إلى قيم رقمية باستخدام الدالة VAL VAL، ثم تضع الرقم الأكبر في مربع النص greater وتفعل العكس باستخدام الدالة STR. والآن لنشرح هذا الكود البسيط. نخبر Visual Basic بأنه عند النقر على الزر Command 1 قارن بين القيمة المكتوبة في مربع النص TXTA ومربع النص TXTB. فإذا وجدت أمر TXTA.txt أكبر من TXTB.txt نضع في مربع النص الثالث greater القيمة TXTA.txt، وإذا وجدت غير ذلك نضع في مربع النص الثالث greater TXTB.txt. كما يمكنك استخدام جملة if then and if وهي تتيح لنا عمل مقارنات عديدة. والجميل في جملة if then أنه يمكنك كتابة أكثر من شرط بين if و then على أن تضع أقواسا. ليس هذا فقط، بل يمكنك أيضا عمل مقارنات معقدة باستخدام المعاملات الرقمية والمنطقية. فانظر معي لهذه العبارة المعقدة بعض الشيء: if x أكبر من 5 and y أقل من 10 then text1.txt تساوي both are true، else if x أكبر من 5 then text1.txt تساوي first no is true، else if y أقل من 10 then text1.txt تساوي second no is true، else text1.txt تساوي both are false end if. كما ترى صديقي العزيز، فإن جملة if then يمكن تفريعها إلى مجموعات من الجمل الفرعية، ويعرف هذا ب nesting أي التفريع. select case، هناك جمل تحكم عديدة غير if then، أولها select case التي تستخدم في حالة كتابة كود لعمل أشياء مختلفة بناء على 5 قيم مختلفة لمتغير ما. لاحظ الصعوبة صديقي العزيز في كتابة هذا الكود باستخدام if then. انظر معي: if x يساوي 1 then do something 1، else if x يساوي 2 then do something 2، else if x يساوي 3 then do something 3 etc. إلى أن نصل إلى end if then. أما إذا استخدمنا select case متبوعة باسم المتغير الذي يؤثر في مسار تنفيذ البرنامج، فسوف يكون على النحو التالي: select case x case 1 do something 1 case 2 do something 2 etc. حتى نصل إلى end select. ثم نكتب كيس مدبوعة بالقيمة الأولى يليها الأوامر المطلوب تنفيذها إذا تحققت هذه القيمة وهكذا، وفي النهاية لا تنسى كتابة end select. ألاحظ أنه ليس هناك فرق بين استخدام select كيس و if then، وأن عدد السطور تقريبا واحد. يخيل لك ذلك يا عزيزي، إنك لم تدرك بعد مزايا select كيس. فمثلا من فوائد select case العظيمة انك تستطيع كتابة تعبير مكان x، وفي هذه الحالة لن تضطر لكتابة هذا التعبير مرة اخرى، خاصة اذا كان هذا التعبير معقدا كمثالنا الاتي. انظر معي: select case minus 5 asterisk b زائد 2 asterisk a asterisk b slash a plus b case 1 do something 1 case 2 do something 2 and select. عند كتابة هذا الكود باستخدام if then ستجد أنك مضطر لكتابة هذا التعبير المعقد 3 مرات على الأقل. if ثم نكتب هذه الجملة تساوي 1 then do something 1
F ثم نعيد الجملة تساوي to then do something to ثم نكررها حتى نصل إلى end F. الميزة الثانية في select أنها تتيح لك تشغيل مجموعات من القيم المحتملة في نفس الوقت مثل هذا الكود select case X كيس 1 2 4 كوما 6 أو 9 كوما is أكبر من 12 do something 1 كيس else do something 2 and select. هذا المثال صديقي العزيز يقيم عدة مفاهيم مفيدة. الأول أنك تضع ثلاث مجالات للقيمة X، المجال الأول من 1 حتى 4 والثاني من 6 حتى 9 والثالث جميع القيم أكبر من 12. ولاحظ أن كل مجال يتم فصله بفاصلة كوما. الحلقة for next. صديقي العزيز وأيضا من أهم جمل التحكم في سير برنامج Visual Basic جملة for next، وهذه الجملة ستحتاجها لتكرار مجموعة من السطور في الكود، وإلا فإنك سوف تحتاج لعمل نسخ متعددة من السطور. تخيل أنك تريد تنفيذ سطر معين 50 مرة دون استخدام for next، سيكون الأمر عليك صعب جدا. أما مع for next فالأمر بسيط للغاية، فافهم جيدا جملة for next حتى لا تضطر لتكرار الكود. تابع معي. أولا، من متغير وليكن اسمه i من النوع integer أي عدد صحيح، هذا المتغير سنستخدمه كعداد بعد ذلك. نكتب الجملة التي تتكون من for ومعناها من ثم اسم المتغير بعلامة التساوي وبعدها القيمة الابتدائية لهذا المتغير ثم كلمة to ومعناها إلى متبوعة بالقيمة النهائية التي نريد أن يصل إليها هذا المتغير. ثم اكتب جزء الكود الذي تريد تكراره وفي النهاية اكتب next i. فلنأخذ هذا المثال then i as integer for i يساوي 1 2 50 do something next i. في هذا المثال سوف تتكرر الجملة 50 مرة. يبدأ البرنامج أولا بوضع i يساوي 1 ثم ينفذ الجزء do something ثم ينفذ الأمر next i الذي يزيد من قيمة i بمقدار 1 فتصبح قيمته 2 وينفذ الجزء do something ثم ينفذ الأمر next i الذي يزيد من قيمة i فتصبح قيمته 3 وهكذا إلى أن تصل i إلى القيمة النهائية 50. بعدها تنتهي الحلقة ويستكمل البرنامج الجزء الذي يلي هذه الحلقة. والآن لنرى برنامج على جملة for، ويقوم هذا البرنامج بحساب مضروب أي عدد، والمضروب صديقي العزيز لأي عدد هو ناتج حاصل ضرب هذا العدد في جميع الأعداد الصحيحة التي قبله حتى الواحد الصحيح. فمثلا مضروب الرقم 5 هو 5 في 4 في 3 في 2 في 1 فيكون المضروب هو 120. وكذلك مضروب الرقم 3 هو 3 في 2 في 1 فيكون المضروب هو 6. يقوم البرنامج بحساب المضروب باستخدام مربعي نص، أحدهما يستقبل منك الرقم الذي تريد حساب المضروب له والآخر يظهر لك الناتج. ولفعل هذا نستخدم أيضا زري أمر، الزر الأول لحساب المضروب والزر الثاني للخروج من البرنامج وتخزينه في متغير اسمه N. لذا يجب الإعلان عن N في قسم التصاريح العامة للفور. كذلك يجب الإعلان عن الناتج وليكن متغير اسمه F وكلاهما من النوع double. كذلك
يجب الإعلان عن متغير اسمه I يعمل كعداد للبرنامج. انظر معي: dim I n double dim f double. عند النقر على زر حساب المضروب ينبغي أن يأخذ البرنامج القيمة المخزنة في مربع نص الرقم ويخزنها في المتغير n، ويتم كذلك تخصيص قيمة الواحد الصحيح للمتغير n يساوي value text1.text. ثم تبدأ الحلقة بتخصيص قيمة ابتدائية هي الواحد الصحيح وقيمة نهائية هي قيمة n. 4i يساوي 1 to n. f يساوي f asterisk i next i. وعبارة next i تستخدم لزيادة قيمة المتغير i بمقدار الوحدة. بعد ذلك يتم إظهار الناتج في مربع حوار الناتج. text2.text يساوي str string f. يتبقى كود زر الخروج الذي نكتب فيه جملة end. ماذا إذا أخطأ زر حساب المضروب قبل كتابة الرقم المراد حساب مضروبه؟ هذا سؤال جيد، لأن من خصائص المبرمج الجيد أن يضع في اعتباره جميع الأخطاء التي قد تقع من المستخدمين ويحاول حلها قبل حدوثها، ويتم حلها باستخدام الكود غالبا. ففي مثالنا هذا لمنع المستخدم من نقر زر حساب المضروب قبل كتابة الرقم المراد حساب مضروبه، نقوم بعدم إتاحة استخدام هذا الزر طالما كان مربع نص الرقم فارغا، ويتم ذلك باستخدام جملة if واستخدام خاصية الإتاحة enable لزر الأمر command 1 كما ترى في هذا المثال. if text1.text تساوي then command1.enable تساوي false، else command1.enabled تساوي true end if. ويكتب هذا الكود في إجراء text change. وعند بداية تنفيذ البرنامج فإن text1 سيكون فارغا بالطبع، لذلك فعلينا أيضا عدم إتاحة زر حساب المضروب عند بداية التحميل بكتابة السطر التالي: command1.enabled يساوي false في إجراء تحميل الفورم، أي عند form1load. صور أخرى من الحلقات. وهناك أيضا صيغ أخرى للحلقات، منها صيغة دو وايل لبدء الحلقة وحتى لا نهاية. والمثال التالي يوضح صيغة دو وايل: دو وايل x أقل من 10، دو something x يساوي x زائد 1 loop. لاحظ أن اختيار شرط التحكم، وهو في مثالنا هذا أن x أقل من 10، يتم قبل تنفيذ الحلقة نفسها، وبالتالي إذا لم يتحقق فلن تنفذ الحلقة، وإذا تحقق هذا الشرط فستنفذ الحلقة. والسطر قبل سطر loop يزيد عن قيمة المتغير x بمقدار 1، وسطر loop يجبر خط سير البرنامج على العودة إلى سطر do while ليتم التحقق من أن قيمة x ما زالت أقل من 10، فستنفذ الحلقة وهكذا. ولتتبع تنفيذ البرنامج خطوة خطوة نقوم باستخدام مفتاح f8، ولإظهار قيمة المتغير x نعرض نافذة local من قائمة view. ومن الصيغ الأخرى للحلقات صيغة do until، ومعناها نفذ حتى يتحقق شرط ما. حلقة داخل حلقة. ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك عمل حلقة داخل حلقة أو نستد لوب، وفي هذه الحالة ستنفذ الحلقة الداخلية بالكامل كل مرة تنفذ فيها الحلقة الخارجية مرة واحدة.
الخروج من الحلقة. وقد يتطلب الأمر الخروج من الحلقة إما بسبب حدوث شيء يمنع استمرار الحلقة، أو لأن الشرط لن يتغير. وللخروج من الحلقة 4 نكتب السطر exit 4، وللخروج من الحلقة do while نكتب السطر exit do. ومن الأمثلة التي تدعو للخروج من الحلقة هي إيجاد شيء كانت الحلقة مستمرة في البحث عنه. الأدوات القياسية Standard Controls. سأشرح لك الآن صديقي العزيز وبإسهاب الأدوات القياسية في Visual Basic. والأدوات القياسية هي تلك الأدوات التي تضعها في نافذتك وتبني بها المشروع، وهي الأدوات الموجودة في مربع الأدوات Control Box. والأدوات في مربع الأدوات كثيرة، منها ما يستخدم لإدخال البيانات، ومنها ما يستخدم للوصول للملفات، ومنها الأدوات التي تستخدم لعرض الصور. أدوات إدخال البيانات. صديقي العزيز، إن أدوات إدخال البيانات كما هو واضح من اسمها تلك التي تستخدم لإدخال البيانات في المشروع. وأول هذه الأدوات هو مربع النص Text Box، ويستخدم مربع النص لإدخال قيمة نصية أو رقمية من قبل المستخدم. وأهم خاصية لمربع النص Text Box هي خاصية نص Text Prop، وتعني قيمة النص الموجود بداخله، ويمكنك تغيير هذه الخاصية في مرحلة التصميم وكذلك مرحلة التنفيذ. ويمكن جعل مربع النص يسع سطور عديدة، وذلك بتغيير خاصية Multi Line إلى True في نافذة الخواص. ويمكنك أيضا إضافة قضيب إزاحة أفقي أو رأسي أو كليهما، وذلك بتغيير خاصية Scroll Bars في نافذة الخواص. كما يمكنك صديقي العزيز ضبط النص إلى اليمين أو إلى اليسار أو توسيط بتغيير خاصية Alignment إلى 1 أو 2 أو 3 على الترتيب في نافذة الخواص. ويمكنك أيضا تعيين نوع الخط من خاصية فونت في نافذة الخواص. وكيف أتحكم في اختيار النصوص في مربع النص هذا؟ الأمر بسيط، وهذا ما سوف نعرفه في الفقرة التالية. يمكن التحكم في اختيار النصوص في مربع النص عن طريق ثلاثة دوال. الدالة الأولى Cell Start، والتي تشير إلى رقم الحرف الذي تقف عنده علامة الكتابة في النص. والثانية Cell Length، والتي تشير إلى عدد الحروف المختارة بعد علامة الكتابة، وتكون هذه الحروف محددة. والثالثة Cell Text، تشير للنص الذي يبدل أثناء التنفيذ بالنص المختار. وسنرى الآن مثالا عمليا يشرح كل هذا بعد الانتهاء من شرح الأدوات. أما عن باقي أدوات الإدخال فمنها أداة صندوق الاختبار Check Box، وهو عبارة عن صندوق صغير يحدد المستخدم من خلاله هل يود اختبار شيء ما أم لا. ويمكن للمستخدم استخدام مجموعة صناديق اختبار دون اعتماد أي منهم على الآخر. وأهم خاصية لصندوق الاختبار هي خاصية Checked، وتوضع إما بترو إذا احتوى المربع على علامة صح، وتوضع بفولس إذا احتوى على علامة خطأ أو كروس. زر الاختيار Option Button. يعتبر زر الاختيار يا صديقي العزيز من أدوات إدخال البيانات، حيث يشبه صندوق الاختبار، إلا أن أزرار الاختيار تتواجد في مجموعات، كل مجموعة داخل إطار فريم، وتعتمد هذه الأزرار على بعضها، بمعنى أنه لن تتمكن من تحديد اختيارين في نفس الوقت على العكس من صندوق الاختبار. وأهم خاصية لزر الاختيار هي قيمته value، والتي تحدد هل هو مختار أم لا. والأداة الأكثر استخداما في Visual Basic هي أداة label أي عنوان، وتستخدم غالبا لكتابة عنوان لا يتغير أثناء تنفيذ البرنامج، مثل عنوان list الموجود بجوار مربع النص، فيشير إلى أن هذا المربع النصي
يستخدم لإدخال الاسم، والخاصية الأساسية في أداة العنوان هي العنوان كابشن. ومن أدوات الإدخال الهامة أيضا أداة السرد ليست بوكس، وتستخدم لجعل المستخدم يختار عنصرا من مجموعة عناصر معلومة مسبقا، وبالتالي تقلل فرصة خطأ المستخدم. وتضاف العناصر في مرحلة التصميم من خلال خاصية List Properties من نافذة الخصائص، كما يمكن إضافة العناصر في مرحلة التنفيذ باستخدام الدالة أضف عنصر Add Item. For example List1.addItem يساوي Egypt. لاحظ أن مجموعة العناصر تعرض رأسيا، وإذا زادت فهناك شريط إزاحة رأسي تضعه Visual Basic تلقائيا ليمكنك من رؤية باقي العناصر. ويمكنك ترتيب العناصر أبجديا بتغيير قيمة الخاصية Sort إلى True في نافذة الخصائص، كما يمكنك حذف عنصر من العناصر باستخدام الدالة Remove Item مدبوعة برقم العنصر المراد حذفه، مع مراعاة أن Visual Basic تبدأ العد من رقم صفر كما قلنا سابقا. فمثلا لو أردنا حذف العنصر الثالث فإننا نكتب List1.RemoveItem2. لاحظ أيضا أن القيمة المختارة هي التي تضع في الخاصية Text لأداة السرد، ويمكنك ضبط هذه العناصر ومحاذاتها إلى اليمين عن طريق الخاصية Right to Left في نافذة الخصائص. نأتي لأداة أخرى لا تقل أهمية عن أداة List Box، وهي أداة السرد والاختيار، والتي تسمى Combo Box. وأداة Combo Box يجمع بين أداتي التكست بوكس وليست بوكس، ويتيح الكومبو بوكس للمستخدم أن يختار عنصر إما بكتابته أو باختياره من القائمة، وإذا زادت مجموعة العناصر فإن Visual Basic يضع شريط إزاحة رأسي تلقائيا ليمكنك من خلاله رؤية باقي العناصر. ويمكنك تحديد نوع كومبو بوكس من خاصية ستايل، والتي لها ثلاثة قيم 0 و 1 و 2. ستايل 0 ويسمى دروب داون بوكس، ويسمح فيه للمستخدم بإدخال قيمة مثل مربع النص أو اختيار عنصر باستخدام السهم الصغير المصاحب للكومبو بوكس، فتنسد القائمة بجميع العناصر. أما النوع الثاني ستايل 1 فيسمى سامبل كومبو بوكس، وفيه تظل القائمة منسدلة طوال الوقت، لذلك لا يوجد ذلك السهم الصغير المصاحب للكومبو بوكس. والنوع الثالث ستايل 2 فيسمى دروب داون ليست كومبو بوكس، وهو يشبه تماما النوع الأول المسمى دروب داون، إلا أنه لا يسمح للمستخدم بإدخال قيمة جديدة، ولكن كل ما يسمح له هو اختيار عنصر من بين مجموعة العناصر التي تظهر بنقر السهم الصغير المصاحب لكومبو بوكس. قضيب الإزاحة الأفقي والرأسي Vertical and Horizontal Scroll Bars. ولم تنسى Visual Basic تقديم أداة سهلة تمكنك من التجول خلال البيانات الكبيرة، وذلك باستخدام شريطي الإزاحة الأفقي والرأسي Vertical and Horizontal Scroll Bars. ويختلف شريطي الإزاحة الأفقي والرأسي الموجودان في صندوق الأدوات Toolbox عن أشرطة الإزاحة التي يضعها Visual Basic تلقائيا في Text Box أو Combo Box أو List Box أو غير ذلك، وتستخدم شرائط الإزاحة الخاصيتين Scroll و Change لمشاهدة حركة صندوق الإزاحة. ومن أهم خصائص شرائط الإزاحة الخاصية قيمة Value، وهو رقم صحيح يبين مكان صندوق الإزاحة في شريط الإزاحة. وعندما يكون صندوق الإزاحة أعلى شريط الإزاحة الرأسي أو أقصى يسار شريط الإزاحة الأفقي، فإن القيمة value حينئذ تساوي صفر. ولكي تحدد مقدار التغير في الإزاحة استخدم large change للنقر على scroll bar أو الخاصية similar change للنقر على السهمين المجاورين في طرفي شريط الإزاحة. برنامج عارض الصور Picture Viewer
والآن دعنا نصمم برنامجا يغنيك عن برامج عرض الصور. هذا البرنامج سنسميه عارض الصور، ويستخدم لعرض الصور بطريقة سهلة، ويضم هذا البرنامج العديد من الأفكار، ومن بين هذه الأفكار استخدام أدوات الوصول للملفات. أقصد بتلك الأدوات، الأدوات الثلاثة درايف ليست بوكس ودايركتوري ليست بوكس وفايل ليست بوكس. كذلك سنتعلم كيفية تحميل صندوق الصور إيميج بوكس بالصورة التي سنختارها من خلال أدوات الوصول للملفات أثناء وقت التنفيذ ران تايم. ويعتمد البرنامج أيضا على استخدام القوائم. وبصورة عامة فإن هذا البرنامج يحتوي على العديد من الأفكار التي ستعجبك كثيرا. فهيا نبدأ بتصميم واجهة المستخدم، والتي تتكون من نموذج فورم به الأدوات الثلاثة المستخدمة في الوصول للملفات، ونضيف إليهم إيميج بوكس لتعرض فيه الصور، ونحدد خصائصها بأن نجعل خاصية ستريتش لها بترو، وكذلك نعين خاصية باترن لأداة الوصل للملفات فايل ليست بوكس، والتي تحدد أنواع الملفات التي تظهر فيه. ونظرا لأننا نريد استخدام ملفات الصور فقط، فإننا نكتب الامتدادات المستخدمة للصور مثل BMP, JPG, GIF وغير ذلك، والتي يفصل بينهم بسيمي كولن. كما سنضيف قائمة ملف والتي تحتوي على أمر خروج. وبعد تصميم نافذة المستخدم ننتقل سويا لمرحلة كتابة الكود الذي يربط هذه الأدوات ببعضها ويجعلها تعمل كما نريد. بالنسبة للكود Drawn List Box نكتب هذا السطر الذي أمامك dir1.path تساوي directory1drive، وفيه نخبر Visual Basic أن يتغير مسار Directory List Box تبعا للتغير الحادث في الDrive List Box. وبالنسبة لكود الDirectory List Box نكتب هذا السطر file1.path يساوي dir directory1.path الذي يغير محتويات الفايل ليست بوكس تبعا للتغير الحادث في دايركتوري ليست بوكس. اما بالنسبة لكود فايل ليست بوكس ففيه نستخدم متغير اسمه selected file، ونخزن فيه اسم الملف المراد عرضه بالاشارة لمساره، ثم نستخدم هذا المتغير لعرض الصورة باستخدام الامر load picture. ولا تنسى أن تعلن عن هذا المتغير في قسم التصريحات العامة باستخدام الأمر dim selected file. بالنسبة للأمر خروج في قائمة ملف فإننا نكتب فيه الأمر end. الآن هيا نشغل البرنامج. ما رأيك الآن؟ أصبح لديك برنامج عارض الصور. أدوات الوصول للملفات. تحتاج معظم البرامج إلى فتح ملفات أو حفظها، لذلك وفرت Visual Basic ثلاث أدوات تساعدك لعمل ذلك. الأداة الأولى لتحديد اسم الملف، ويطلق عليها أداة صندوق سرد ملف File List Box. والثانية لتحديد المجلد الموجود به الملف، ويطلق عليها أداة صندوق سرد مجلد Directory List Box. والثالثة لتحديد المشغل الموجود به هذا المجلد، ويطلق عليها أداة صندوق سرد مشغل Drive List Box. وبمجرد إضافة Drive List Box إلى نافذتك فإن Visual Basic تقوم تلقائيا بتبيين مشغلات الجهاز ووضعها في هذا المربع. كذلك بالنسبة للأدوات الأخرى، إلا أننا حين نغير المشغل فإن الأدوات الأخرى لا تشعر بهذا التغيير، وعليه فلابد من كتابة كود يربط بين تغيير المشغل فتتغير المجلدات تبعا لهذا التغيير، وإذا تغير المجلد فلابد أن تتغير قائمة الملفات تبعا لتغير المجلد. ولعمل ذلك نضيف السطر dir1.path equal drive1.drive، وذلك في الإجراء change of drive، ومعناه اجعل مسار صندوق سرد مجلد يتبع التغيير الناجم عن اختيار المشغل. كذلك نضيف السطر
file1.bash equal dir.bash، ومعناه اجعل مسار صندوق الملف يتبع مسار صندوق المجلد، وذلك في الإجراء dir1change. الأدوات الرسومية. يتيح لك Visual Basic أن تزين واجهة المستخدم بعدة وسائل، وهي Image Box، Shape، Line. واحد، صندوق صور Image Box، وتستخدم لرسم صندوق يحتوي على صورة، ويتم تحميل الصورة داخل الصندوق أثناء التصميم بواسطة الخاصية Catcher، ونقر الزر في الثلاث نقاط فيفتح مربع حوار لود كيتشر لتحديد الفهرس واختيار الملف الذي يحتوي على الصورة. كما يتيح لك الخاصية ستريتش أن تتمدد الصورة لتملأ الصندوق، ذلك طبعا بعد أن تجعلها ترو من نافذة الخصائص. 2. الأداة لاين. تستخدم هذه الأداة لرسم خط لاين، ويمكن تغيير موقعه وأبعاده باستخدام الفأرة، ويمكن تغيير لونه باستخدام خاصية borderline، ويمكنك تغيير نمطه باستخدام خاصية border style، وسمكه بواسطة خاصية border width. 3. الأداة shape. قدمت لنا Visual Basic أداة رسومية تستخدم لتجميل واجهة المستخدم، وهذه الأداة هي shape التي تتيح لنا 6 أنواع مختلفة من الأشكال، هي مستطيل ومربع وشكل بيضاوي ودائرة، ومستطيل بحروف مستديرة ومربع بحروف مستديرة. ويمكنك اختيار أي من هذه الأشكال الستة باستخدام الخاصية شيب، كما يمكنك اختيار لون الحافة من خاصية border color، واختيار لون الشكل من الداخل من خاصية full color، وتحديد سمك الحافة من خلال خاصية border width، كذلك ملء النقوش بأي شكل تحدده من خاصية full style. ومن الجدير بالذكر أن الأداتين Shape وLine لا تقع عليهما أي أحداث، وأن الغرض الأساسي من استخدامهما هو غرض تجميلي لا أكثر. قد اختلط علي الأمر، فما الفرق بين أداة Image وPicture؟ صديقي العزيز، حتى لا يختلط عليك الأمر، فاعلم أن أداة Picture يمكنها أن تعرض نصوصا، كما يمكنها أن تحتوي على أدوات أخرى مثل line و command line، ويمكنها أيضا أن تعرض صور. وتستخدم الأداة كيتشر غالبا لاحتواء أدوات أخرى، حيث أنها هي وأداة form لهما القدرة على ذلك، بينما الأداة image فتستخدم لعرض الصور فقط. ومعظم المبرمجين يستخدمون أداة كيتشر كأرضية لشريط أدوات تول بار، أو كشريط معلومات ستاتيوس بار. أداة البيانات. أسمع كثيرا عن قواعد البيانات ولا أعرف عنها شيئا. قواعد البيانات من المفاهيم الهامة في برامج الكمبيوتر، ولذلك أفردنا لها الجزء الثالث من هذا الكورس التعليمي. وإذا كنت لا تعرف عنها شيئا فلا تنزعج، لأن قواعد البيانات هي باختصار مجموعة بيانات موضوعة بشكل منتظم يسهل الوصول إليها، فكل بيان يسمى حقل، مثل حقل الاسم وحقل العنوان وحقل تاريخ الميلاد وهكذا. وكل البيانات التي تخص شيء واحد تسمى سجل، أي أن قواعد البيانات هي مجموعة من السجلات، وكل سجل يحتوي على بيانات تخص عنصر من عناصر قاعدة البيانات. وقد وفرت Visual Basic أداة لجمع البيانات وتحديدها، سوف نتحدث عنها في النقطة التالية. أداة البيانات Data Control. تستخدم لإنشاء ربط سريع بين Data Bound Controls وبين Data Provides. انتظر، ما معنى Data Bound Controls والData Providers؟ الأداة Data Bound Controls هي كل الأدوات التي بها خاصية تسمى Data Source، وهذه الأدوات هي Label، Image، Comb Box، Check Box، List Box،
وكيتشر بوكس وتكست بوكس. أما الأداة داتا بروفايد فهي مصدر قواعد البيانات لديك سواء تم إنشاؤها داخل الفيجوال بيزك أو خارجها، وتتيح لك هذه الأداة التجول في سجلات قواعد البيانات باستخدام زرين هما باك الذي ينقلك للسجل السابق وفورورد الذي ينقلك للسجل التالي، وزرين آخرين أحدهما ينقلك للسجل الأول والآخر ينقلك للسجل الأخير. كما تتيح لك هذه الأداة تحديد نوع قاعدة البيانات من خلال خاصية Connect، كذلك تحديد اسم الملف الذي يحتوي على قواعد البيانات من خلال الخاصية Database Name التي تفتح لك مربع حوار Database Name تتجول من خلاله في جهازك لتختار الملف المطلوب. ولمعرفة المزيد عن قواعد البيانات وأدواتها عليك بمتابعة القرص الثالث من هذه المجموعة والتي نشرح لك فيها قواعد البيانات شرحا وافيا. وما هذه الأداة التي تشبه المنبه؟ يا عزيزي ليس منبها، إنها أداة مؤقت تايمر، وتستخدم لجعل البرنامج يؤدي عملا ما تلقائيا وعلى فترة زمنية معينة. هيا اختر تايمر من نافذة الأدوات تول بوكس ثم ضعه في نافذتك، حاول زيادة حجمه. لا يقبل زيادة الحجم؟ نعم، لأنه ثابت الحجم، لأنه لا يكون مرئيا أثناء تنفيذ البرنامج. انقر عليه نقرا مزدوجا لنكتب الكود في إجراء تايمر تايمر، والذي سوف ينفذه فيجوال بيسك كلما مرت المدة التي تحددها في الخاصية انتر فاليو التي يمكنك تغييرها أثناء التصميم من خلال نافذة الخصائص أو أثناء التنفيذ من خلال الكود. ويجب أن تعلم أن هذه المدة الزمنية تقاس بوحدة الملي سكند، أي 1/1000 من الثانية. وفي الكود تايمر تايمر تكتب الكود المراد تنفيذه كلما مرت هذه المدة، كأنك تظهر رسالة على الشاشة مثلا أو تغير لون أحد العناصر كالنافذة مثلا لتضيف جوا من الإبهار. إذن دعنا نضيف جوا من الإبهار على أحد أمثلتنا. مثالنا يا صديقي بسيط للغاية، فهو يغير لون خلفية النافذة بلون مختلف كل ثانيتين، واللون في Visual Basic يعبر عنه بالدالة VI Color والتي تأخذ رقما معينا يتغير تلقائيا كل ثانيتين. فإننا نستخدم الدالة Run التي تولد رقما عشوائيا عشريا يتراوح بين الصفر والواحد الصحيح، ولجعل هذا الرقم صحيحا نضربه في 10، ثم نأخذ الرقم الصحيح منه باستخدام الدالة Intro التي تحول الأرقام العشرية إلى أرقام صحيحة، ثم نستخدم هذا الرقم مع الدالة BI Color ونعينه كقيمة للون خلفية النافذة، وتتم هذه الإجراءات في عنصر المؤقت الحديث تايمر بمثابة هذا الكود dim x as integer x equal intro 10 asterisk run from 1 back color equal bi color x. ولجعل هذا الإجراء يتم كل ثانيتين نعين خاصية enter value من نافذة خصائص عنصر المؤقت بالقيمة 2000. والآن هيا شغل البرنامج لترى كيف يتغير لون خلفية النافذة كل ثانيتين دون أدنى تدخل منا. ولاحظ أننا في هذا البرنامج لا نستخدم سوى نافذة وعنصر المؤقت ولا نكتب إلا هذين السطرين من الكود. ولاحظ أيضا أن عنصر المؤقت لا يرى أثناء تشغيل البرنامج. الأداة OLE أداة الربط والتضمين Object Linking and Embedding، وتنطق OLE أو أولي. دعك من نطقها، المهم معناها. ربط وتضمين الأشياء من المميزات الهامة في Visual Basic، ومعناها أن تسمح للتطبيقات بأن تتضمن وثائق تم إعدادها بواسطة تطبيقات أخرى.
ليس لعرضها فقط، وإنما أيضا إتاحة إعدادها عند الضرورة، وذلك باستدعاء التطبيق الذي تم إنشاء الوثيقة المضمنة أو المرتبطة به. ولكي تقوم بتضمين وثيقة ما في أحد تطبيقاتنا، علينا استخدام هذه الأداة المسمى OLE والموجودة بصندوق الأدوات Toolbox. ومن ثم فإن Visual Basic تفتح مربع حوار Insert Object إدراج كائن، الذي يمكننا من تحديد نوع هذا الكائن، ونحدد هل نريد إنشاء كائن جديد من هذا النوع أم نفتح كائن موجود من قبل. ومثلا سنختار إنشاء من ملف Create from File، ونندقي صورة نمطية، ونتجول في جهازنا لاختيار الملف المحتوي على الصورة من خلال مفتاح استعراض Browse، ثم نختار Insert بعد تحديد الملف، ثم ننقر زر OK، فتظهر الصورة في صندوق OLE. وعند تنفيذ البرنامج ونقر هذا الصندوق نقرا مزدوجا، فإن Visual Basic تفتح لنا برنامج الرسومات ليتاح لنا التعامل مع الصورة. وفي نهاية شرحنا للأدوات القياسية، اعلم صديقي العزيز أن هناك أدوات أخرى كثيرة غير تلك التي شرحناها، وللحصول عليها وإضافتها في صندوق أدواتك Toolbox عليك أن تنقر الزر الأيمن للفأرة في صندوق الأدوات، فتظهر قائمة اختر منها Components التي تفتح لك قائمة أسماء أدوات عديدة. اختر الأداة التي تريدها بنقر صندوق الاختبار Checkbox المصاحب لها، ثم انقر زر موافق OK، فتجد أنها قد أضيفت في صندوق أدواتك. كذلك يمكنك إضافة أدوات من صنعنا نحن، وسيتم شرح كيفية إنشاؤها في حينه. ولكن الآن دعنا نصمم نموذجا، رغم بساطته إلا أنه يحتوي العديد من أدوات التحكم، فهو يحوي مربعي نص، أحدهما عادي والثاني متعدد السطور، ويحوي أداة صندوق السرد والاختيار Combo Box، ويحوي أيضا أداة الإطار فريم. كذلك يحوي صندوق الاختيار Option Box وأداة الاختبار Check Box، ويحوي كذلك زر أمر، كما يحتوي نموذجنا هذا على أداة صندوق الصور. وبعد تصميم النموذج وتنسيق الأدوات وتعيين خصائص كل أداة بحيث تبدو بهذا الشكل الذي أمامك على الشاشة، نبدأ بكتابة الأكواد اللازمة لكل أداة. فمثلا كود النافذة عند التحميل يكون COO Country Add Item مصر، COO Country Add Item الأردن، COO Country Add Item السعودية، COO Country Add Item الكويت، COO Country Add Item الإمارات، COO Country Add Item العراق، ثم اليمن، السودان، فلسطين، لبنان، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا. وعند نقر زر موافق يتم إغلاق النافذة بكتابة الكود End، بينما عند نقر زر إلغاء يتم مسح جميع القيم المخزنة في أدوات النموذج. TextName.Text TextAddress.Text OptimalValue equal true. كذلك يتم تحميل الصورة باستخدام الخاصية Load 1-2-Picture 1-Picture equal LoadPicture. كذلك يتم تحديد النوع كقيمة ابتدائية عند بدء تحميل النموذج Optimal Value Equal True. بهذا صديقي العزيز نكون قد وصلنا معا إلى نهاية هذا الفصل، نسترح قليلا لنلتقي سويا مرة أخرى في فصل جديد. Menus and Dialog Box القوائم ومربعات الحوار. لا يخلو برنامج من برامج ويندوز
من القوائم، ولذلك وفرت لنا فيجوال بيزك وسيلة سهلة يمكننا من خلالها إضافة قوائم لبرامجنا. وتحتوي تلك القوائم على جميع المميزات التي يمكن أن تتوفر في قوائم ويندوز القياسية. كما وفرت لنا فيجوال بيزك وسيلة سهلة أيضا يمكننا من خلالها إنشاء مربعات حوار Dialog Boxes كتلك التي تظهر في برامج ويندوز، والتي تستخدم لإخبار المستخدم رسائل مثل رسالة خطأ أو رسالة تحذير أو السؤال عن اسم ملف أو ما شابه ذلك. ولنبدأ أولا بالقوائم. القوائم: لإضافة قوائم لأحد نوافذك، اختر النافذة ثم افتح مربع حوار محرر القوائم عن طريق نقر قائمة Tools، ثم اختيار Menu Editor أو بضغط مفتاحي Ctrl D أو نقر رمزه من شريط الأدوات، وعندها سيفتح محرر القوائم. وعند التدقيق فيه سنجد أنه مقسم إلى قسمين: القسم العلوي عبارة عن نموذج لبيانات عنصر من عناصر القائمة، والقسم السفلي عبارة عن شاشة تعرض جميع عناصر القائمة التي أنشأتها. وبين القسمين سترى مجموعة مفاتيح تستخدم لتحرير القائمة. ولنبدأ بإنشاء أول عنصر من عناصر القائمة، وهو ملف العنوان، لندخل عنوان القائمة في خانة كابشن، وندخل اسمه الذي سيستخدم في الكود في خانة نيم. نلاحظ أن فيجوال بيزك قد قام بإضافة العنصر في القسم السفلي، ولإضافة عنصر جديد نضغط مفتاح Next، وليكن هذا العنصر هو أمر خروج من قائمة ملف. ولإخبار فيجوال بيزك أن أمر خروج متفرع من قائمة ملف نضغط هذا الزر سهم يمين، ونلاحظ أن السهم العكسي يقوم بفعل العكس. هيا صديقي قم بتنفيذ البرنامج لترى أن النافذة قد احتوت على منيو بار به عنصر واحد هو ملف. وعند النقر على ملف ستجد أن هناك قائمة قد انسدلت تحتوي على عنصر واحد هو خروج. لإضافة عنصر جديد لقائمة ملف وليكن جديد قبل خروج، نختار خروج في الجزء السفلي ثم نضغط مفتاح Insert، ثم نكتب عنوان العنصر الجديد في خانة كابشن واسمه الذي سنستخدمه في الكود في خانة نيم. ولإزالة عنصر نختاره ثم نضغط مفتاح Delete. إذا فتحت أي قائمة فايل لأي برنامج من برامج ويندوز ستلاحظ مثلا أن الحرف S في كلمة Save تحته خط. هذا الخط يخبرك أنك يمكنك الضغط على الحرف S لتنفيذ الأمر Save أثناء فتح قائمة فايل، لذلك ستجد بجوار كلمة Save مكتوب Ctrl apostrophe S، أي أنه يمكنك الضغط على المفتاحي Ctrl and S سويا لتنفيذ الأمر Save دون فتح القائمة فايل، وهذا يسمى Short Cut. ستجد أيضا هناك خطا فاصلا بين الأمرين Open Prom و Add Prom في قائمة Visual Basic File نفسها. لعمل هذه الأمور الثلاثة اتبع الآتي: أولا لوضع خط تحت حرف الجيم في أمر جديد نضع قبله علامة AND في خانة Caption، ولتخصيص المفتاحين Ctrl G نختار Shortcut ثم نفتح الكومبو بوكس الملاصق لكلمة Shortcut في الجزء العلوي من النافذة ونختار منها Ctrl G، ولوضع خط يصل بين الأمر جديد والأمر خروج في قائمتنا نضيف عنصر جديد باستخدام الأمر Insert ونضع في عنوانه هذه العلامة وتقرأ هايفن، ونختر لها اسم وليكن Line. الآن صديقي العزيز شغل برنامجك لترى القائمة. كتابة الكود للقائمة: القوائم لها حدث وحيد هو النقر، لذلك فإن كتابة الكود للقائمة سهل للغاية. اضغط على قائمة ملف، أثناء تصميم المشروع سينسدل قائمة، انقر على الأمر خروج ستظهر نافذة الكود وبها الاسم
الذي اخترته في خانة ميم لأمر خروج متبوعا بالحدث كليك. اكتب الإجراء الذي تريده وليكن إند. شغل البرنامج، سترى أن البرنامج سينتهي بمجرد ضغطك على أمر خروج، وهكذا مع باقي الأوامر. لا يوجد برنامج من برامج الويندوز يخلو من مربعات الحوار التي تخبرك رسالة معينة كرسالة خطأ أو رسالة تحذير أو رسالة تأكيد، أو تسألك عن شيء معين كاسم ملف مثلا أو ما شابه ذلك. وسأشرح لك الآن بالتفصيل أنواع هذه المربعات وكيفية إنشاء كل نوع. مربعات الحوار تقسم إلى نوعين. النوع الأول يسمى موديل، ولا بد من إغلاقه قبل استكمال أعمالك، أي أن ويندوز لن تسمح لك بتجاهله والتحول إلى نافذة أخرى قبل الرد عليه، إما بالموافقة أوكي أو بإلغائه كنسل. ومن أمثلة هذا النوع المربع الحواري المسمى About الموجود بجميع برامج الويندوز. كذلك الرسائل الهامة لا بد أن تكون من هذا النوع. النوع الثاني هو Model Less، الذي يمكنك بالتحول إلى نافذة أخرى، ومن أمثلته نافذة بحث Find في Visual Basic التي تمكنك من تركها والتحول إلى أي نافذة أخرى. ولجعل النافذة المسمى FRM About Model نكتب هذا السطر FRM About Show VB Model، الذي يخبر Visual Basic أنه عند عرض هذه النافذة اجعلها Model. ولعرض النافذة المسمى FRM Find مثلا Model Less نكتب هذا السطر FRM Find.Show. ولقد وفرت لنا Visual Basic نوعين من مربعات الحوار، أحدهما لإدخال بيانات كاسم ملف مثلا أو رقم يتحكم في البرنامج، وهذا المربع يستخدم الدالة Input Box. ولعرض مربع حوار يسألك عن اسم ملف نكتب هذا السطر في الكود File Name Equal Input Box Enter File to Open File Open. نفذ البرنامج، سترى نافذة صغيرة نسبيا عنوانها File Open وتسألك عن اسم الملف وبها Text Box لتكتب به اسم الملف، كما أنها تحتوي على مفتاحين أوكي وكنسل. والنوع الثاني من مربعات الحوار الذي وفرته لنا Visual Basic هو لعرض رسالة، ولا يطلب منك هذا النوع إدخال أي بيانات. ولإظهار هذا المربع تستخدم الدالة MSG Box Find. ولعرض رسالة تخبرك أنه حدث خطأ أثناء محاولة فتح الملف، وهذه الرسالة تحتوي أيضا على علامة تعجب، وتحتوي أيضا على مفتاح وحيد هو OK، وإن عنوان هذه الرسالة هو Error Message. نكتب هذا السطر في الكود MSG Box Error While Trying to Open File VB Exclamation Error Message. والآن شغل البرنامج لترى هذه الرسالة. مربعات الحوار القياسية. أيضا كان مصمم Visual Basic كرماء جدا، لدرجة أنهم وفروا لنا أداة تمكننا من إنشاء المربعات الحوارية القياسية الشائعة. وهذه المربعات ستة مربعات حوارية هي Help Print Font Color Save As Open، والتي لا يخلو برنامج منهم. هذه الأداة تسمى Command Dialogs Control 6، والتي نحصل عليها بنقر الزر الأيمن للفأرة على التول بوكس، ثم نختار الأمر Component، ثم نختارها وننقر على زر OK فنجدها قد أضيفت إلى التول بوكس. بعد ذلك يمكننا استخدامها بوضعها في نافذة كأي أداة أخرى. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأداة تظهر في وقت التصميم كرمز صغير أيكونة، وفي وقت التنفيذ كنافذة. أيضا يجب أن تعلم أن هذه الأداة تحمل كأداة ربط بين Visual Basic ونظام التشغيل ويندوز عبر ملف يسمى comdig.dll. أيضا هذه الأداة لها خصائص أهمها Action Property، التي تحدد أي مربع حواري من المربعات الستة السابق ذكرها هو الذي نريده. فإذا وضعنا هذه الخاصية بواحد، فهذا سيجعل هذه الأداة مربع حوار فتح Open،
وإذا وضعناه باثنان تتحول الأداء إلى مربع حواري حفظ بس سيف أس، وإذا وضعناها بثلاثة تتحول الأداء إلى مربع حواري للألوان كولر، وإذا وضعناها بأربعة تتحول الأداء إلى مربع حواري للخط فونت، وإذا وضعناها بخمسة تتحول الأداء إلى مربع حواري للطباعة برنت. والآن نجعلها بأربعة مثلا لنرى مربع حواري الخط الذي يبين لنا اسم الخط ونوعه وحجمه ويقدم لنا عينة له سامبل بالإضافة للونه، وبعد تحديد كل شيء نضغط OK للموافقة أو كنسل للإلغاء. برنامج القائمة المتغيرة My title equal plus str index، لقد اخترت الملف رقم my message equal message box my message comma vb opt only plus vb message box rtl reading plus vb message box write comma my title end sub. معالج التطبيقات. ما هو معالج التطبيقات؟ المعالجات يا صديقي هي تطبيقات صغيرة توفر وقتك وجهدك، حيث أنها تقوم بإعداد أشياء معقدة نسبيا والتي يمكن توقعها في عدة خطوات سهلة، وذلك بأن تقوم نيابة عنك بإنجاز الأعمال الروتينية. أما الأعمال التي تحتاج اتخاذ قرارات فإن المعالج يسألك عنها عدة أسئلة بسيطة ومباشرة، وبناء على إجابتك يقوم المعالج بأداء العمل، وبهذا يقوم المعالج بعمل شبه مكتمل ينقصه بعض الرتوش البسيطة. وهناك معالجات تقوم بأداء العمل بالكامل مثل معالج سيتاب الذي يقوم بإنشاء برنامج الإعداد لتطبيقاتك. أما معالج التطبيقات فليس من المعقول أن يؤدي العمل بالكامل، وإلا ما احتاجت الشركات إلى مبرمجين، وإنما يوفر عليك القيام ببعض الخطوات والوظائف الشائعة في البرنامج، ويترك لك بعض القرارات التي تحددها أنت أثناء عمل المعالج، ويتبقى عليك بعد ذلك إضافة الملامح والمميزات الخاصة بك والتي تحدد الهدف النهائي من البرنامج. وكيف أصل لمعالج التطبيقات هذا؟ يمكنك الوصول لمعالج التطبيقات عن طريق صفحة نيو التي توجد في مربع حوار نيو بروجكت، والذي يظهر لك عند تشغيل فيجوال بيسك أو عند اختيار الأمر نيو بروجكت من قائمة فايل، أو عند اختيار الأمر Add Project من قائمة فايل، ويمكنك الوصول إليه أيضا من قائمة Addends الأمر Application Wizard. إنه ليس موجود في قائمة Addends. لا تنزعج، علينا أولا إدراجه عن طريق مدير الإضافات Addends Manager الذي يفتح لنا المربع الحواري Addends Manager، والذي يستخدم لإدراج أحد الإضافات الملحقة ببيات Visual Basic لقائمة Addends، وكذلك يستخدم لحذف أحد الإضافات من القائمة Addends. ومن خلال Addends Manager ننقر علامة صح أمام خانة Visual Basic Application Wizard، ثم ننقر زر OK. بعد ذلك ستجده أمامك في قائمة Addends. ها هو، وكيف أتعامل مع هذا المعالج؟ يتكون أي معالج يا صديقي من مجموعة من الشاشات، كل منها عبارة عن مربع حواري يساعدك في اتخاذ بعض القرارات التي تخص وظيفة من وظائف المعالج، وانتهاؤنا من كل شاشة يعني تقدمنا خطوة على طريق إنهاء المعالج وإنهاء العمل الذي يقوم به. وبعد انتهاء كل خطوة ننقر زر نيكست أي التالي، ليعرض لنا مربع حوار الخطوة التالية، ويتاح زر نيكست في كل الخطوات ما عدا الخطوة الأخيرة بالطبع. وعلى العكس يوجد الزر باك أي رجوع الذي يساعدنا في الرجوع لأحد الخطوات السابقة وتغيير اختيارنا أو قراراتنا التي حددناها في تلك الخطوة، ويتاح زر باك في كل الخطوات ما عدا الخطوة الأولى. كذلك يوجد زر كنسل الذي يتيح لنا الخروج من المعالج في أي خطوة، وزر فينيتش يستخدم بعد المرور على جميع الخطوات ليؤدي عملية إنهاء المعالج. وبعض المعالجات تتيح لنا زر فينيتش في المرحلة الأخيرة فقط، والبعض الآخر يتيح لنا في أي خطوة هذا الزر. وهناك زر هيلب الذي يقدم لنا تعليمات كاملة مع هذا المعالج،
وأي معالج يحتوي على شاشة افتتاحية تشرح لنا الغرض من المعالج، ويكون به أحيانا صندوق اختيار يمكن اختياره ليتجاوز تلك الشاشة في المرات القادمة. خطوات التعامل مع معالج التطبيقات. الخطوة الأولى في معالج التطبيقات Application Wizard. يسألنا Application Wizard في الخطوة الأولى عن شكل التطبيق أو البروفايل، ولأننا لم نحدد بروفايل معين نختار None، ثم ننقر زر Next. فيسألنا عن نوع واجهة التطبيق الجديد، هل هو تطبيق متعدد الوثائق MDI، Multiply Document Interface مثل Word وExcel، أم تطبيق بوثيقة واحدة SDI Single Document Interface، أم تطبيق يشبه مستكشف الويندوز والذي يحتوي على تكوين شجري للفهارس بالجزء الأيسر من الشاشة. ثم ننقر Next. فيسألنا عن اسم لهذا المشروع فنسميه Wizard One، ومثلا سنختار SDI، ثم نضغط مفتاح Next الذي ينقلنا للخطوة التالية، والتي يسألنا فيها عن القوائم التي يمكننا إدراج بعضها بنقر صندوق الاختيار بجوار كل قائمة، كذلك يمكننا من اختيار أوامر كل قائمة. لاحظ أن قائمة ويندو تتاح فقط مع التطبيقات متعددة الوثائق MDI. بعد ذلك نضغط مفتاح Next الذي ينقلنا للخطوة الثالثة، ويسألنا هل نريد إضافة شريط الأدوات، ويمكننا من اختيار الأدوات التي نرغب في إضافتها لشريط الأدوات. وبعدها يسألنا عن الاتصال بالإنترنت وأي المواقع نريد الاتصال به، نختار Yes ونحدد الموقع، ثم نضغط مفتاح Next الذي ينقلنا بدوره إلى الخطوة التالية، وبها الوظائف الجاهزة، وهي صفحة ملف الموارد Resources File. ملف الموارد. وملف الموارد هذا هو ملف يحتوي على مجموعة من العناوين مثل عناوين القوائم وغيرها، وكذلك يحتوي على مجموعة من الرسائل، ويكون امتداد هذا الملف هو RES، ويمكننا الاستغناء عن هذا الملف بكتابة هذه العناوين والرسائل داخل الكود مباشرة، ولكن يفضل استخدامه بحيث يمكننا تعديل هذه العناوين والرسائل دون تعديل الكود نفسه. لذا يفضل اختيار Yes لتخصيص ملف الموارد، ونحدد مساره ثم اسم الملف، ويمكننا استخدام زر Browse للتجول في الجهاز، ثم ننقر زر Next فيفتح لنا صفحة. وظائف جاهزة. ويمكننا أيضا استخدام معالج التطبيقات في إضافة بعض الوظائف الشائعة في برامج ويندوز، ومن هذه الوظائف وظيفة Splash Screen Application Startup، وهي عبارة عن وظيفة فتح شاشة افتتاحية لتعريف البرنامج ورقم الإصدار ومعلومات أخرى عن التطبيق والمستخدم، وتظهر هذه الشاشة مع بداية البرنامج وتبقى ثوان، وتستخدم Visual Basic نفس هذه الشاشة، وتستخدم في الحقيقة لتغطي جزءا من الوقت الذي يقتضيه البرنامج في التحميل. ومن هذه الوظائف أيضا وظيفة Login Dialogue to Speak Do Password، وتستخدم لإضافة مربع حوار يظهر في بداية التطبيق ليسأل المستخدم عن اسمه username وكلمة المرور password الخاصة به. والوظيفة الثالثة Option Dialogue for Custom Settings، وهي وظيفة لإنشاء مربع حوار اختيارات يستخدمه المتحكم في التحكم في مظهر وظائف التطبيق. الوظيفة الرابعة About Box، وهي وظيفة لإنشاء نافذة تحتوي على معلومات تخص البرنامج ودائما ما تكون في قائمة هيل. وهناك وظائف عديدة يمكنك إدراجها في التطبيق الحالي بنقر زر From Templates. بعدها يعرض لنا مربع حوار به عدة وظائف يمكننا نقر أي منهم، أو نقر زر اختيار الكل Select All أو حذفها كلها بنقر زر Clean All، ثم نقر زر OK لتنفيذ الاختيار. الاتصال بقاعدة البيانات. ولأن قواعد البيانات من الأهمية بمكان، فقد وفرت لنا Visual Basic اختيار زر Create New For
أي إنشاء نماذج تتصل بقاعدة بياناتي. وبالطبع فإنه عليك تحديد البروفايل المراد تحميله لإعداداتك، وبعد اختيار نون تنقر زر النيكست فيفتح لك فيجوال بيزك صفحة لتحديد نوع قاعدة البيانات. كذلك تحدد مسار واسم ملف قاعدة البيانات، ويمكنك استخدام زر براوز ليسر عليك الوصول للملف المطلوب. ليس ذلك فقط، بل يمكنك أيضا تحديد اسم النموذج وخصائص قاعدة البيانات لربطه بالتطبيق، والذي سيتم شرحه بالتفصيل في الجزء الثالث من هذا الكورس التعليمي. برنامج الساعة الرقمية Digital Clock. إذا أردت أن تصمم برنامجا يعمل كساعة رقمية فإليك هذا البرنامج البسيط. هذا البرنامج يحتوي على أدتين فقط، هما أداة المؤقت تايمر وأداة العنوان ليبل. يتم أولا تحديد خاصية انترنيل للأداة تايمر بالقيمة 1000، وضبط خاصية فونت للأداة ليبل بحيث تصبح MS SN Ser، ونضبط الفونت سايز بالقيمة 24 حيث يكون واضحا. كذلك نجعله بولد كما يتم ضبط أبعاد النافذة فورم 1 لتصبح صغيرة كالتي أمامك. بالنسبة لكود هذا البرنامج فهو بسيط للغاية، ويتكون من سطر واحد label1.caption=time، ونكتب في الحدث timer، وفيه استخدمنا الدالة time والتي تعيد الوقت الحالي. والآن دعنا نشغل البرنامج. ها قد أصبح لديك ساعة رقمية. ما أسهل هذا البرنامج. برنامج الترحيب العالمي. هذا البرنامج يعلمنا كيفية استخدام أداة صندوق السرد الاستيبوكس، ويقوم هذا البرنامج بإظهار رسالة ترحيب للمبرمج باللغة التي يختارها من بين 5 لغات، هي العربية والإنجليزية والألمانية والأسبانية والإيطالية. وهذه اللغات موجودة في أداة صندوق السرد الاستيبوكس، وتظهر بمجرد تحميل النافذة بواسطة الخاصية Add a time. وبمجرد أن يختار المستخدم أي لغة فيظهر في مربع نص عبارة ترحيب أهلا أيها المبرمج باللغة التي اختارها، وفوق مربع النص نجد أداة عنوان ليبل يظهر فيها اسم اللغة التي اختارها المستخدم. كما يحتوي البرنامج على أداة يطلق عليها برنامج الترحيب العالمي، وأداة أخرى موجودة فوق أداة صندوق السرد مكتوب فيها اختر البلد. ولا ننسى زر خروج الذي يستخدم عادة للخروج من البرنامج. وعلى هذا فهذا البرنامج يحتوي على 3 أدوات، عنوان وأداة صندوق سرد وزر أمر للخروج. نأتي للخطوة الثانية وهي كتابة الكود. فنكتب كود تحميل النافذة كالتالي: List 1 add a time عربي، List 1 add a time إنجليزي، List 1 add a time ألماني، List 1 add a time أسباني، List 1 add a time إيطالي. ونكتب في كود أداة list box list1.click ثم label3.caption equal list1.text select case 0 text1.text equal أهلا أيها المبرمج select case 2 text1.text equal hello programmer.